في الجامعة. الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة، حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93. نشكركم اللي اخترتوا باش تتابعونا على الحياة فام واللي اخترتوا باش تسمعونا في الحياة في الجامعة. احنا كالعادة الكونسيبت نتاع ليميسيون تاعنا نحكيوا على جديد الطلبة، نحكيوا على الجامعات التونسية شنو فيها والأنشطة اللي قاعدين يقوموا بهم. المرة هذي باش نمشي لكلية الطب بالمنستير، مازالوا كيكملوا عداو الاكزامانات، ترجعوا للحياة العادية نتاعهم. باش سعيدة جدا باستقبال ضيفتي طالبة في كلية الطب ميسة ضيفليوي وسلمى زروق. عسلامة. دونك هو باش يحكيو لنا على انيسياتيف جديدة في كلية الطب وباش يحكيو لنا على كونسيبت مزيان على الاخر. نبدا بك ميسة، شنو الكونسيبت الجديد اللي تعمل في كلية الطب هذايا؟ احكي لي شنو هو للعباد اللي يسمعوا فينا اكثر وشنو فيه بالضبط. بيه هو اول حاجه باش نبدا نحطكم في الاطار، احنا دوبوي جو كرو مارس 2021 تبدل ستاف دي كانال في الفاكولتي دي ميدسين دو مونستير. كيما تعرفوا مع اي شانجمون مع اي تغيير يصير جديد ديما فما فيزيون جديده وديما فما اهداف جدد تحطهم الكليه باش تحسن ديما في النيفو نتاع الفورماسيون تاعها. فاول ايتاب صارت انه احنا ان طونك ايتوديون وصلونا دي فورمولير ديفالواسيون دي سيستيم ادوكاتيف في الفاك نتاعنا، معناها اون ايتي امبليكي وعمرناهم وصاروا تخدم بيلان ورابور تبعث معناها للاداره والستاف دي كانال باش هما يحطوا ان كونسيديراسيون ارائنا نحنا في الموضوع. وبعد معناها تخدمت اون ريفورم، معناها الحكايه اللي جات هذه ماهيش حاجه مسقطه، معناها مش كي قاعدين قلنا هيا ندخلوا موديول اوبسيونيل ولا نزيدوا حاجات، بالعكس هي في اطار ريفورم كامله الهدف نتاعها انها تحسن النيفو نتاع الفورماسيون في فاكولتي دو ميدسين نتاع مستير. فدخلنا للعام الدراسي الجديد 2022 نخدموا بالريفورم الجديده اللي هي التوش تو لي اسبي بريسك، معناها نتاع الفي دو ليتوديون في الفاك، كو سوسوا في ستاجيتنا كو سوسوا في لي كور نتاعنا ولي زيكزامان نتاعنا كيفاش نعديهم لي سيرتيفيكا وكل شيء. ومنها الحاجه هذه اللي نتوما سمعتوا بها نصور الناس الكل اللي هو لي موديول اوبسيونيل اللي ولينا نقراوهم، هما 4 موديول اوبسيونيل. بون كي نقولوا اوبسيونيل هما مش سي با اون اوبسيون انا احنا نختاروا معناها منهم، احنا لازمنا نختاروا منهم حاجه، لكن بالدومين الميديكال ولا هما فما اللي عندهم علاقه فما اللي تنجموا نتوما تراوهم بعد شويه باش نسميهم لكم. هما 4 موديول اسافوار لارت ثيرابي IT et entrepreneuriat, leadership and management ou recherche et statistiques. فكل واحد منا لازم يختار معناها موديول منهم يقرا، فما فوليوم اورير معناها تحط او بريالابل نقراوه في السيمستر كامله ونعديو عليه بيان سور بعد اكزامان. وما نعرفش انا نصور اللي هي بروف اللي ليتوديون ميدسين راهو مش كان قرايه بركه مش كان ستاجيت كهو وحفيظه كيما تسمعوا نتوما ليل ونهار. لا احنا افون تو اوني دي زيتر هومان، معناها عندنا لي باسيون تاعنا عندنا دي زانتيغي اخرين، ولو فات اللي احنا اخترنا نعملو معناها اون كارير في الميدسين مش معناها اون با ابوندوني الحاجات الاخرين اللي نحبوهم. فهذه جاتنا فرصه انه اون سو فورم في حاجات اخرين والنهار اخر معناها ينفعونا ان شاء الله، وتشوفوا دي ميدسان انتربرونور ودي ميدسان ارت ثيرابوت ودي ميدسان ليدر ان شاء الله. سي تري بيان الكونسيبت هذايا جديد، يطلعوا دي ستوديون بلوتو دي ميدسان بوليفالون، معناتها اللي هما يمارسوا في لي باسيون نتاعهم و او ميم طون زاد عندهم دي بروفيل دو ليدر دي ميدسان انتربرونور كيما قلت انت. الدومين الاي تي زاد دومين جديد على الاخر وفيه ريشيرش وكل، دونك pourquoi pas يتعلموا زيد وياخذوا عليه فكره. دونك انتم شنو هي الاوبسيون اللي عاملينها فاش تقراو؟ احنا اخترنا لارت ثيرابي. ديجا انا وميسا معناها معروفين نحبوا الميوزك والكل، عملناها اوبسيون قبل في الكوليج. دونك لارت ثيرابي باش نفسر هو العلاج بالفن، كان العبيد صحيح كلمة أول مرة شنية العلاج بالفن وفيش نستعملوا معناها الفن والكل. هو كونسيبت بدا في لي زاني 42 ودخل لتونس ديرنييرمون، يعني ما عندوش برشا من اللي دخل،
ديجا صارت معناها وقع افتتاح قاعة العلاج بالموسيقى في طب الأطفال في تونس، القسم الأمراض السرطانية للأطفال. العلاج بالفن هو أنه نستعمل كامل وسائل الفن في العلاج، كسوسوا موسيقى، ديسان، تياتر، أرجيل، سينما، كل أنواع الفن هو مخصص للعلاج. أنا عارش يقولوا العبيد معناها كيفاش، معناها كيفاش باش تستعمل الفن. هو معناها الكونسيبت هذا موجه للعبيد الكل، للأمراض الكل، كسوسوا دي مالادي نورولوجيك، دي مالادي بسيشيك، نورولوجيك كما الزهايمر، نعرفوا العبيد الكبار معناها ينسيو برشا والكل. ساعات نستعملوا الفن، الموسيقى مثلا، معناها كما احنا معناها اخترنا الموسيقى بالنسبة للعبد الكبير، تذكر وعرفت تحط له موسيقى مثلا انت نوستالجيك والكل يتفكر، وديجا معناها معناها صاروا برشا حاجات معناها كي من هكا، وعاونت برشا عبيد. مثلا لي زونفون اللي عندهم دي تروبل دو لانغاج، تعاونهم انت لانفون هذيك باش تخاطب اللاوعي نتاعو، ومن غاديك باش تلقى طريقه باش تتعامل معاه. مثلا لي زوتيست معناها الطفل المتوحد، صعيب على الاخر انك تلقى معناها طريقه باش تتعامل معاه، ونعرفوا قديش معناها المشكله نتاعو والكل. العلاج بالفن لقى فريمون معناها مسار به باش معناها العلاج نتاع الاطفال هذوما، زاد لي مالاد كونسيرو اللي عندهم الامراض الخبيثه والكل. العلاج بالفن كان فريمون معناها حاجه ياسر باهيه ليهم. و فما مثال نتاع فيلم سينمائي للمخرج حبيب الجمني، محمود الجمني، سامحني، ورده عشق الحياه، ديجا خد الجائزه نتاع افضل فيلم قصير في أيام قرطاج السينمائية العام 2018، حاجة كيما هكا ما نتذكرش الحق العام قداش. أما هو يحكي حكاية امرأة معناها عندها سرطان الثدي، وهي موهوبة على الأخر في الرسم وتخدم ديجا في أتوليه معناها والكل. المرض نتاعها معناها خليها اللي هي تتعمق في الموهبة نتاعها والخدمة هذيك نتاعها والموهبة والكل، خليتها انه هي بالحق معناها تتغلب على صعوبات نتاع المرض، وحتى كان المرض هذاك رجع لها بعد عام، وكما نعرفوا معناها يعمل دي ميتاستاز والكل، لكن هي بالحق معناها مشيت معاه. ومن الفيلم، من وجهه الفيلم، ترى الامل اللي في المراه هذيك والامل اللي تعطيه للعباد المرضى هذوكما. وبالحق كان فيلم ياسر 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 محليه، ويبين العلاج بالسينما، سامحني، بالرسم. كهو حسيلو هو صحيح كونسيبت جديد، صحيح العباد باش تستغرب منه، واحنا ما نطلبوش موهبه، احنا نطلبوا لونفي. العبد يحب العلاج بالفن، يحب يعمل علاج بالفن. احنا كفيتور ميدسان ما نجبروش العبد معناه انه يعمل معناها علاج بالفن، لكن كان العبد هذاك يحب ان بروبوز احنا نقترحوا عليه معناها والكل، كان هو عنده لونفي. واحنا ما عندناش باش نخرجوا معناها ان شي دوف معناها الحكايه لي جوست، احنا اون فوكاليز على امباكت البيئه نتاع والانرجي اللي خرجها العبد في الاكتيفيتي هكايا، معناها حاجتنا هو كيفاش يخرج منها. بالضبط، هو ديجا الفن عنده امباكت به على الاخر، عنده نقولوا احنا الموسيقى ترتح الاعصاب، واحد كيمارس المواهب نتاعو ولا حتى كان مش موهوب، اما نقولوا احنا يعدي الوقت يعمل في البانتور ولا يتعلم ولا يسمع في الغناء، ينسى الطاقه السلبيه، ساعات ينسى اللي هو مريض، يولي متعمق اكثر بالحياه وبالانرجي بوزيتيف، ويمارس حاجات كي هكا. وانتم كطلبه ديجا تعملوا في الحاجه هذه، اكيد هكا
نتصور تحبوها الاوبسيون هذي هكا تنسيكم شويه فك الشارج نتاع نتاع الخدمه الشارج نتاع التيوري سورتو حاجه احنا نحبوها اخترناها كاخت معني اختي غابي فريمون معني تلقى الموسيقى تلقى حاجات الفن هكا تحسهم روحانيين اكثر هي حاجه في الميديسين بون هي ممكن هذي اكثر اوبسيون قريبه للميديسين معناها اما هي تحسها حاجه تبدلك الجو برشا معناها على الستريس نتاع لي زيكزامان ستريس نتاع الكور وكل جا واحد يبدا بوست غارد وغدوه عنده سيونس ف مزيان على الاخر الكونسيبت هذا والانيسياتيف نتاع ريفورم هذه الكل نحب نسالكم اسكو الانيسياتيف هذه موجوده كان في الكليه نتاعكم ولا موجوده في كليه الطب الكل في تونس كان عندكم فكره بوغ لو مومون هي معناها حاجه خاصه بالفاك نتاعنا خاطر كيما قلت لك صارت ريفورم واحنا اونيتي امبليكي فيها ما نعرفش يدولي في فاك ميديسين سوسا فما عندهم ماتير ميوزيكوثيرابي وديجا جديده معناها ديجا جديده مع مع مشاركه نتاع المعهد العالي للموسيقى ديجا دونك حاجه قاعده تدخل الجامعات هذيا ونتمنوا انه الكليات الاخرين الكل معناها يوليوا عندهم الكونسيبت هذيا انا نقول مش حتى كان كليه الطب حتى كليه اللي يقراو تكنولوجي ولا يقراو هندسه ولا يقراو ليتر يتعلم معناها يدخل لي كلوب مش كلوب هو حتى اوبسيون كامله معناتها يقريهم حاجات كي هكا يمارسوا لي باسيون نتاعهم الطلبه ويكون هكا فما كل فما قوم تاع مواهب فما اغ ولا فما دي زوبسيون اخرين يفيدوهم مع القرايه نتاعهم يعطيكم الصحه البنات على البارتاج هذيا معناها نتصور برشا عبيد عجبهم الكونسيبت عجبتهم الانيسياتيف وسمعوا حكايه جديده اللي هو العلاج بالفن والعلاج بالبانتور والموسيقى والحاجات هذيا حاجه مش معناها العلاج بالفن مش موجه للعبد المريض أكاهو مريض نفساني أو عنده مرض عضوي آخر هو لأي عبد يحب يكتشف شنو هو العلاج بالفن يعني منعرفش أنا عبد متقلق عبد جوست هكا يحب يعمل طلع على الكونسيبت هذا وكل ينجم يمشي فما معناها ليزارت ثيرابوت معناها برشا ولو موجودين في تونس معناها والكل دونك يمشي ويكتشف ويمارس الموهبة نتاعو كان هو عنده موهبة والكل ولا حتى من غير موهبة دونك يمشي ويشوف الكونسيبت جديد والتيران في تونس صعيب شويه نصور باش تمشي الباسيون تقول له هو مريض ما عرفش انا وانت باش تقول له اجا نعمل لك سيونس تاع الارت ثيرابي في تونس ينجم عاش يسبك ولا شنو يقول لك اما نتمنى نهار هكا نراها حاجه دارجه في تونس خاطر في دول اخرى متقدمين قاعدين لي ريشيرش معناها باقي يزيدوا احنا مازلنا حاجه ماهيش توندونس عندنا نتمنى يجي نهار هكا تولي معناها ثقافه دارجه عندنا انا نستعملوا الوسيله هذه فوالا وذاك علاش يعطيكم صحه على بختاجة ذي بلكش عبيد اليوم تسمح على الحكاية هذي ويعجبهم الكونسيبت وبشوية يدخلوا تدخل نوسيون هذي التونس والكليات نتاعنا ولا حتى ان جنرال يعطيكم الصحة ميسا ديفليمي وسلمى زروق بون مش خلي لك كلمة الختام ميسا وبعدش نتعدي لك سلمى كنت تحب تضيف حاجة ميرسي خاطر سمعتونا اليوم ان شاء الله نكونوا نجمنا نوصلوا الفكره هذه معناها ونفهموا بالقد ايه الانيشيتيف هذه اللي صارت هي مازال حاجه جديده احنا بيدنا مازلنا في فاز ديكسبلوراسيون نتمنوا انها تكون تجربه ناجحه تفيدنا احنا اون طونك بيرسون اون طونك فيتور ميديسان وتفيد اكيد لي باسيون تاعنا اللي هما بيان سور نو فيتور باسيون اللي هما بيان سور البريوريتي وكها ان شاء الله تولي جي نهار تولي كما قلت فكره دارجه معناها يعطيك الصحه ميسا مش خلي كلمه الختام سلمى زروق ونحبك مع كلمه الختام اعطيني الفيدباك نتاعك على التجربه الصغيره اللي عشتها هذيا اللي عليك انت ولا معناها لي ستوديون اللي معاك هكا كيفاش حسيتوها بالنسبه لي انا حبيتها برشا انا كنت متوقع حاجه مزيانه اللي مشيت لها وبالحق اكتشفت حاجه ما خير معناها كل سيونس وين نمشي هما جو كرو 4 سيونس عملنا كل سيونس وين نمشي نزيد نحبها هكا ومعناها ونقول هذه هي الحاجه اللي فريمون معناها تناسبني يمكن معناها نهار اخر تولي حاجه سيكوندير معناها على الخدمه نتاعي يعني انا نستعملها معناها بوركوا با ما نكونش ارت ثيرابوت زيد افيك لا سبيسياليتي بيان سور
حاجة مزينة برشا إن شاء الله معناها نزيد ونكتشفها. كما قالت ميسا مازلنا احنا en phase d'exploration مازلنا vraiment ما نعرفوش عليها برشا حاجات. إن شاء الله نعملو فيها une formation باهية تخولنا اللي احنا نقدمو فيها نهار آخر ونفيدو بها les patients تاعنا والكل، خاطر العلاج النفسي والعلاج الروحي هو الأساس أنا نقول متاع العلاج العضوي. خاطر النفسية والصحة العقلية متاع الإنسان هي اللي تخوله باش يتعالج عضويا. وكاو إن شاء الله كنا فدناكم بالمعلومة، إن شاء الله كنا نكونوا خفيف روح عليكم. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو ميسا ديفليوي وسلمى زروق على البارتاج هذايا على الانيسياتيف هذايا. سي بيان هكا كي ندخلوا دي زوبسيون للفاكولتي تخلي الطلبة يحبوا الحاجات اللي يعملوا فيها ويزيدوا يشيخوا على لي ماتيغ اللي يقراوا فيهم ويزيدوا يتعلقوا أكثر بالدومين متاعهم. هذا بارتاج صغير على نوفوتي في الفاك متاع الميدسين متاع مستير، إن شاء الله تولي منتشرة في برشا دي فاكولتي اخرين الكونسيبت هذايا. احنا مازلنا متواصلين معاكم في الحياة في الجامعة باش نتعداو نحكيو على كومبيتيسيون في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. خليكم معنا، نرجع لكم بعد الفاصل الغنائي. الحياة في الجامعة، نقل لي مشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وابداعاتهم الطلابية. رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مازلنا متواصلين معكم على 93 على الحياة FM. نشكركم اللي اخترتوا باش تابعونا في الحياة في الجامعة. احنا مازلنا متواصلين باش نحكيوا على الأنشطة متاع طلبة ونحكيوا على جديدهم. مشينا للمدرسة الوطنية المهندسين بتونس، كالعادة هما أكتيف على الأخر باللي كلوب وليز أسوسياسيون متاعهم، باش نحكيوا على كومبيتيسيون باش تصير على قريب. منظمتها جوجل ديفلوبر ستودنتس في الليميت في المدرسة الوطنية المهندسين بتونس، باش تعطينا أكثر تفاصيل. معايا إيمان مصمودي تليفون. عسلامة إيمان، دونك انت باش تحكي لنا شويه على جوجل ديفلوبر ستودنتس اللي منظمين الكومبيتيسيون هذي، وتحكي لي على الكومبيتيسيون شنو فيها ووقتاش باش تصير. اوكي سو عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، وعسلامة منال اجين. احنا كلوب جوجل ديفلوبر ستودنت كلوب في لينيت اند وي ار فاوندرز، سو سنا اول عام بالنسبه لنا. Of course مادام انا كلوب تابعة جوجل دونك نحضروا للكومبيتيشنز اللي تعملهم جوجل، جوجل كودينج كومبيتيشنز اليوم هاش كود وكود جام وكيك ستارت. اليوم باش يبداو ابارتير من 24 فيفري باش يكون الهاش كود ان شاء الله. سو احنا ون اوف اور جولز انا نحضروا للكومبيتيشنز هذوما، وباش نبداو عن طريق السي بي هاكاثون اللي باش نعملوه ان شاء الله الويكاند هذي جمعة سبت احد. باش يكون فما وركشوبس وباش يكون فما راوند تيبل، باش نجيبو ناس يحكيون عن الاكسبيريونس نتاعهم في السي بي، كيفاش وصلوا، شنو اللي ألهمهم، شنو هي الحاجات اللي عاونتهم، stuff like that اللي رسمي لي I hope they're gonna inspire us today. وباش نعملو اون كومبيتيسيون سو فما بارتي باش تكون اون ليني. اليوم تسكي الكومبيتيسيون في انا كونسيبت بالضبط. الكومبيتيسيون باش تكون عبارة عن algorithmic puzzles تقعد حكاية 3 سوايع كيما الكيك ستارت، يعني 4-5 بروبليم individual كل حد يقعد يكودي وحده، and yep تقعد حكيت شويه باش تكون بريزونسييل في السيتي دو سيونس تونس. هذه ديجا البارتي الوحيده اللي باش تكون بريزونسييل في الهاكاطون، البقيه الكل باش يكون اونلاين. دونك لي وركشوب مثلا فماش ليميتاسيون في النمبر، الناس الكل مرحبا بهم باش يحضروا لي وركشوب اونلاين. دونك فما ليا وحاجات يهبطوا العباد ينجموا يشاركوا فيهم وقت ما يحبوا. والكومبيتيسيون هذه باش تكون بريزونسييل كما قلت انت في سيتي دو سيونس في تونس نهار السبت من ماضي ساعة للأربع، و registration ديجا تحلت من نهار الأحد. But the places are so limited خاطر عنا معناتها باش نلتزموا بالقيد السانيتيغ وكل شيء، أكيد فما دي كونديسيون سانيتيغ وفما ديستونسياسيون. العباد لازم تشارك في لي كومبيتيسيون كي هكا ما تفلتش لوبورتينيتي، أما زادا لازم يحافظوا على لي بريكوسيون سانيتيغ وكل باهي. دونك هما العباد الكل ينجموا يشاركوا فيها الكومبيتيسيون هذي إيمان في الكود معناه؟ أكيد أي حد was interested في الحكاية هذي. And خصوصا بالنسبة خصوصا الوركشوبس، الوركشوبس are very interested اللي باش نخدموا عليهم، باش نخدموا على الجراف ثيوري، باش نخدموا على الديناميك بروجرامينغ. اليوم بالنسبة حاجات هكا اللي تندونس على الاخر وتسكي اوبتيميزاسيون، معناها انك تكتب كود هذيك الخطوة الأولى، مي انك تكتب كود اوبتيميزي هذيك هي البارتي اللي فريمون لازم نخدموا عليها بالباهي. وحبيت نقول حاجة أخرى على بروبو الحكاية هذوما. يوجوالي في
جوجل سكودينغ كومبيتيشنز فما 3 لانجويجز يستعملوهم برشا، فما سي بلس بلس وفما البايثون وفما جافا. سو الجماعة اللي تكودي بالبايثون ما تخاف، ما انت ما تخافوش شنو تستعملوا بايثون، خاطر يوجوالي كي نقولوا كومبيتيتيف بروجرامينغ بيبل يقولوا ممكن لازمك سي بلس بلس، خاطر سي بلس بلس اقرب للانجاج نتاع الماشين وهذاك هو معناتها كيما نقولوا تخدم في ساعفيسه ما تجيكش الفازات نتاع تايم ليميت اكسيدد والحكايات هذيك الكل. بات في جوجل سكودينغ كومبيتيشنز فما اكسلريتورز للبايثون، والبايثون ما يعملش دي بروبليم نتاع تايم ليميت اكسيدد كيما في الكومبيتيشنز الاخرين. سو تجمو تستعملوا بايثون جماعه البايثون معناها اكيد فما عبيد خدموا بالبايثون قبل وبرشا ديجا يقراو في ليزيكول دانجينيور قارين وفي البريبا، دونك فما برشا دي لانجاج دو بروغراماسيون بايثون ولا جافا ولا معناها متنوعين لي لانجاج اللي يحبوا هما يشاركوا بهم ولا يشاركوا بهم في الكومبيتيشن هذي. شنو اخر عندكم في الكومبيتيشن ايمان؟ عندنا بروغرامز ما يحتبي انا احنا نبداو ابارتير من نهار الجمعه باش نبداو الوركشوب الاول. الوركشوب هذا كمان لي ريفرش الميموري نتاعهم بالبي ونحطوهم في الكونتيست بالبي باش نهار السبت نبداو الكومبيتيشن بريزونسييل في السيتي دو سيونس ما في ساعه حتى شي الاربع نكملوا الاربع خاطر اوف كورس ما كوفر فيه كل شيء لازم ما نخرجوش برشا. يا بعدي كراوند تيبل في الليل 8 نتاع الليل اون ليني ونهار الاحد باش يكون سيرين تاع دي وركشوب 3 وركشوب هكاكا ونبداو ابارتير من 9 نتاع الصباح. الوركشوب الاول باش يكون على الجراف ثيوري هوبفلي، من بعديك باش نحكيو على الالغوريثم لو بلو كور شومون اللي هو الالغوريثم يستعملوه باش في الدوسكي كونفيرزنت تاع جوجل ماب مثلا تعرف شني اقصر ثنيه. هو فما دي الالغوريثم اوريدي كان نفهموهم نعرفو كيفاش نكوديوهم يا جماعه عاونونا برشا دي بروبليم. وفما جوائز بالطبيعه في الاخر في باش يعلنوا على اسم الفيز في الكومبيتيشن هذه جوائز كورس ديجا انا سبونسر باش نعطيو فوتشرز نتاع انفيديا ابار جيفت فور ذا فيرست بليسز. Donc soyez nombreux في الكومبيتيشن سيتي هاكاثون منظمة من جوجل ديفلوبر ستودنتس في لينيت في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس نهار 28 29 و30 جانفي. هما يحضروا في هذا تحضير الكومبيتيشن اخرى منظمة من عند جوجل. خليكم اوكوران بالاكتواليتي نتاعهم شنو مالي بري كيفاش يشاركوا في الكومبيتيشن هذه في الباج فيسبوك نتاعهم جوجل ديفلوبر ستودنتس انيت. ميرسي بوكو ايمان ويعطيكم الصحه على الانيشيتيف هذيا وعلى الانشطه اللي قاعدين تقوموا بها باش تزيدوا تطوروا من السكيلز نتاع الطلبه. خلي لك كلمه ختام كان تحب تقول حاجه. يا ميرسي منال العايشك. كلمه ختام ممكن جست نقول لكم انه الناس اللي عندهم فكره على السي تي بليز كوم، والناس اللي ما عندهمش فكره It's never too late. أي إنسان كيف يبدأ في حكاية معنا فما at some point اللي كان ما عندوش فكرة بعديك صارت هذيك اللحظة كما نقوله اللي بداي هو اللي عنده فكرة وبعديك بشب شوية تولي expert. ما نتولدوش experts في حكاية. so أحضروا في الوركشوبس وما يصيرش حتى أحضروا في الكومبيتيسيون وجربوا. you never know ممكن تعجبكم الحكاية على الأخر. you never know until you try. برسمي ولا ننصحكم جربوا الحكاية للكل خصوصا صغار ولا كبار. age is just a number. it's never too late to start something new maybe you will find something you love. ان شاء الله. يعطيك الصحه ايمان مصمود من المدرسه الوطنيه للمهندسين بتونس على الانيشيتيف هذيا. كونوا حاضرين في الكومبيتيشن سي بي هاكاثون واحضروا في لي وركشوب باش تتعلموا اكثر وباش تكون لكم اكسبيريونس مزيانه. ان شاء الله يكون عجبكم الكونتينيو نتاع الليل. اعزائي المستمعين نشكركم اللي اخترتوا باش تسمعونا على 93 واللي اخترتوا باش تتابعونا في الحياه في الجامعه. نشكر برشا ليكيب تكنيك اللي كانت معايا، امنا بوخيت في الاخراج التقني، سيف بولعريس في الإخراج الرقمي، ومنال غويلة في التقديم. شكرا على الاستماع وليلتكم زينة. الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية.